Madame, Monsieur, merci d'accueillir avec nous Madame Khadija Bouzidi, présidente du comité. La deuxième édition du Trophée Tigela. Monsieur le chef, l'a longuement expliqué, on parle ici de sensibilité. خديجة بوجنوي رئيسة لجنة المناصفة والتنوع، واليوم كنتجمعوا على لا كونفيرونس دو بريس ديال تروفيتي ليلا اللي الدورة الثانية ديالها. تروفيتي ليلا اللي دايره القناة الثانية باش كتحسس جميع الفاعلين ديال لو موند ديال لا كومونيكاسيون باش نتجنبوا كل الصور النمطيه اللي كتادي بصوره المراه في الاعلام وفي المجتمع ديالنا المغربي. هما المستشهرين ووكاله الاشهار من 20 ماي كان بالامكان ديالهم يحطوا في الموقع ديالنا www.tilila.com للوصلات الاشهاريه ديالهم، وكيتجمع واحد الكوميتي اللي كيتكون من لي بارتنير كيديروا اون بروميير بري سيليكسيون، تيعزلوا 10 الوصلات الاشهاريه اللي غتقدم للجوري نهار 10، اللي غيختاروا ثلاثه الوصلات اللي غيتعلن عليهم نهار 10 ان شاء الله اكتوبر. هذا اكسيون وحده من بين واحد العدد ديال المسائل اللي كتقوم بها دوزيام باش كتعاون على كومبان لي شانجمون دو مونتاليتي. وكما كتعرفي بان تغيير المخيال الجماعي ديال الناس كيتطلب بزاف ديال الوقت وبزاف ديال لي زاكسيون. اذا هاد بعدا لي زاكسيون كلهم اللي كنديروا كيكونوا عبر كيكونوا دون لو طون، و خصهم يتعاودوا بواحد الطريقه كونستانت باش نواكبوا هذا التغيير العقليات. اول حاجه انا بالنسبه لي ماشي القضيه نجيب عليك المعايير، انا غادي نشوف نتفرج كمتفرج عادي، راجل عندي درايه بالصوره اكسيتيرا، ونشوف اشنو هو الفيلم اللي غادي يهضر معايا، شنو الفيلم اللي كيتجاوب كيشوف. زعما المقترح الاول هو هذا الفيلم واش كيتقدم بصوره المراه، كيعطي واحد الصوره مغايره على داكشي اللي كنشوف في الافلام بزاف ولا لا. سيتو زعما كنظن بان مبادرات بحال هكا بواحد خطوه كنبدلوا المونتاليتي، لاننا الناس بداو مستشهرين ولاو تيفكروا بان كاينه تي ليلا مزيان وقيله تعطينا واحد ربحوا جائزه. ملي كتربح جائزه كتعطيك اشهار، يعني الناس على الاشهار كيديروا اشهار ولا ربحوا جائزه كيتزادهم اشهار اخر، كيتزادهم واحد الدعايه اكسترا.